ما شاء الله. بسم الله بسم الله. زعفران. عندنا كيلو ونص لحم. أول شيء نحمس اللحم، نشيل الأصفرة اللي في اللحم وينشف الماء اللي فيه. ضفنا قطعة زبدة، ربع زبدة وشوية زيت. نضيف البصل شرايح بصلتين. ورق الكاري. وضفت البهار كزبرة، كركم، فلفل أسود وبابريكا. قفشت وسط. عندي الثوم والزنجبيل. أضيف له اللحم. أضيف له الطماط. أضيف له شوية ملح. وغطيه لمدة 10 دقائق. ما شاء الله. ويلي ويلي. وبعد ما ذبل الطماط راح نضيف له البطاط اللي قليناه مع كركم. وعندي شوية من البقدونس راح أضيفه بعد. وضفت قفشة من النخي الباودر. وعندي علبة الزبادي. أخلطهم مع بعض. وأضيف ما شاء الله. بح 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 بح. أويلي أويلي. خشمزة خشمزة. ماشي. أضيف له نص كوب من الماء الحار. ما شاء الله. والحين راح أغطيه وأتركه لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة راح أضيف له البهار جرام مسالة. أضيف له قفشة جرام مسالة. ما شاء الله ما شاء الله. طبخنا فويل. ما شاء الله ما شاء الله. هذه المرقة. فويلي فويلي. ما شاء الله.
بسم الله. ما شاء الله، هذه الحكوكة. بسم الله.